استفادة من استراتيجية بناء الحزام والطريق ومنصة المعرض الصيني العربي، تم بناء المجمع الصناعي الصيني العماني بين مقاطعة نينتيا كممثل للحكومة الصينية والحكومة العمانية، ويعد هذا المجمع أول مشروع في سلسلة الصناعات الشاملة خارج الصين، ما يعزز التعاون الدولي في القدرة الإنتاجية ويدفع انتشار الشركات الصينية المتميزة بهذا المجال في الخارج. وقد استكملت الأعمال التحضيرية للمجمع على أن ينطلق بناؤه في مايو المقبل. على هامش المعرض الصيني العربي، توصلت مقاطعة نينسيا ومنطقة الضخم الاقتصادية في سبتمبر الماضي إلى اتفاق التعاون الاستثماري الذي يقضي ببناء المجمع الصناعي الصيني العماني. وفي يناير العام الجاري تم تحديد الاتفاق الكامل لبناء المجمع الصناعي الصيني العماني بين 6 شركات في نينسيا ومنطقة الضخم الاقتصادية العمانية. هذا وسيغطي المجمع 12 كيلومترا مربعا وتتجاوز قيمته الاستثمارية في البنية التحتية والمرافق المعنية 6 مليارات يوان من العملة الصينية الرمنبي. كما سينتهي بناؤه في غضون 5 سنوات على مرحلتين. هناك ضغوط كبيرة مفروضة علينا لأننا مبتدئون في هذا المجال، ولكن الاستراتيجية الوطنية تمنحنا قوة دافعة. فسياسات البلاد ومنطقة الإنشاء ذات الحكم أيضا تدعمنا، بما في ذلك دعم تفاصيل بناء المجمع. إذا فقد حصلت شركتنا على ضمان قوي في التمويل المالي وكذلك دعم سياسي. جذب المجمع الصناعي مشاركة المؤسسات الكبيرة داخل منطقة نينسيا وخارجها في الاستثمار والبناء، وستبدأ المرحلة الأولى من البناء في الشهر المقبل. سنواصل التنسيق مع الوزارات المعنية والحكومة العمانية في الخطوة التالية لنوفر سياسات دعم للشركات التي تقوم بالتجارة مع الدول الأجنبية، وذلك ليضمن لنا انتشار الشركات الصينية للخارج بشكل آمن فحسب، بل عودتهم بشكل آمن أيضا، وبالتالي نبني نموذجا جيدا في التعاون بين الصين والدول العربية.